ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عرف حوض أسيف ملول يوم أمس الاثنين عاصفة رعدية مما أدى إلى ارتفاع منسوبه انطلاقا من قرية السونتات وتسبب في إتلاف المحصول الزراعي. متضررون قالوا أنهما سبق ونبهوا إلى خطورة الأشغال التي أنجزها المجلس الإقليمي على طول واد آسيف ملول، واقترحوا بناء سدود تلية صغيرة بمواد محلية. ذات المتضررين طالبوا بالتدخل العاجل وإعطاء المنطقة نصيبها من الورش الملكي للماء الممتد من 2020 إلى 2027. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.